السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم طريقه ديال البطبوط. هانتوما عندي المقادير وجدتهم. عندي هنا 4 زلايف ديال الطحين ديال الحلويات، وعندي هنايا 3 زلايف ديال الفينو، معلقه كبيره ديال السكر سنيده والخميره، ومعلقه صغيره ديال الملحه، ونص كاس ديال الزيت هانتوما. وهنايا الدقيق خاصو يكون اكثر من الفينو باش يجي البطبوط ديالنا زوين ورطب وهشيش هانتوما. هانتوما هنايا هزيت سكر سنيده والخميره، درت ليهم شويه الماء دافي وخلطهم مع بعضياتهم، وغنخليهم واحد جوج دقائق عاد نجمع كل شيء في الماكينه العجين، وغادي نبدا نعجنهم. هانتوما دابا تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا الطريقه. دابا جمعت كلشي في الماكينه العجين، وغادي نبدا نعجنهم، وكنزيد الماء الماء على حسب الخليط. ها انتما دابا حتى يتجمع العجين ديالي واللي بحال هكا. ها انتما العجين ديالنا صافي، راه تعجن. هانتوما شوفوا كيخرج، خرج رطب وزوين هانتوما. دابا غادي نغطيه بالسلوفان، وغادي نخليه يخمر واحد نص ساعه، وعاد ديك الساعه نبدا نصايب البطبوط ديالنا. هانتوما تابعوا معايا الفيديو. هانتوما البطبوط ديالنا من بعد ما داز نص ساعه صافي راه خمر. هانتوما دابا غادي نبدا نقرص في البطبوط ديالنا وندير فيه الكويرات. هانتوما البطبوط ديالنا درت فيه الكويرات، قسمته هانتوما. هذه هي الطريقه هانتوما. كما كتشوفوا ضروري كندير الطحين باش ما يتلصقش لينا البطبوط ديالنا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي البطبوط ديالنا. دابا غادي نبدا نقسم فيه، وغادي ندير البطبوط كبير واحد شويه، وغادي ندير صغير. هانتوما شوفوا الطريقه سهله وبسيطه هانتوما. دابا غادي نجمع هاد العجين اللي بقى ليا في الجناب بحال هكا، وغادي نردو عاوتاني كويره ونخليه عاوتاني واحد شويه، ونصايبو عاوتاني ندير فيه البطبوط الثاني. هانتوما طريقه سهله وبسيطه. دابا ثاني غادي ندير في البطبوطات الصغار. هانتوما تابعوا معايا الفيديو.
ثم كما كتشوفوا البطبوط ديالي ساليتو، درت الصغار ودرت الكبار واحد شويه. هانتوما دابا غادي نخليه يخمر عاد نبدا نطيب فيه. انا كندير بزاف وكنحطو في الثلاجه، وملي كنبغيه كنجبدو وكنسخنو. هانتوما البطبوط ديالي خمار. هانتوما كيما كتشوفوا، هانتوما دابا غادي نبدا نطيب فيه. زيت المقلاة ودرتها فوق العافيه، دابا دهنتها بشويه ديال الزيت وغادي ندير البطبوط ديالي هانتوما، وغادي ندهنهم حتى هما بشويه الزيت من الفوق باش يتحمروا. هانتوما الطريقه سهله وبسيطه. البطبوط ديالي دابا تحمر، دابا غادي نحيدو وغادي ندير واحد اخر وغادي نستمر بهذه الطريقه كما كتشوفوا حتى نسالي البطبوط ديالي كله. ها انتم معايا.
البطبوط ديالنا صافي ساليتو، طلع غزال وزوين ورطاب وهشيش. هانتوما طريقه سهله وبسيطه، شوفوا كيفاش طلعت الغزال وخاوي من الداخل. هانتوما كيما كتشوفوا بطبوط زوين. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه وجربوها، انا راه كنصايب بزاف كما كتشوفوا، كنحطو في الثلاجه والنهار اللي كنبغيه كنخرجو وكنسخنو ناكلو. ها نتوما بالصحه والراحه البطبوط ديالنا طلع غزال. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه. بسلام عليكم.